الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ثم أما بعد، سنتكلم في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل عن استفاضة المال من علامات الساعة الصغرى. ثم استفاضة المال، أي يكثر المال، وفي لفظ البخاري لا تقوم الساعة حتى يكثر المال. وفي رواية في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: ليأتين على الناس زمانا يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحد يأخذ منها. وفي صحيح البخاري من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتى رجل فشكى إليه الفاقة، أي الفقر، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قال: قلت: لم أراها وقد أنبئت عنها. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن طالت بك حياة لترين الضعين ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. يقول عدي: قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طي الذين قد صعروا البلاد، أي أين قطاع الطرق الذين صعروا البلاد وقطعوا على الناس سبيلهم؟ يقول عدي: وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: قسرى ابن هرمز؟ فقال الصادق: قسرى ابن هرمز. قال عدي: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله، وكنت فيما افتتح كنوز كسرى ابن هرمز. ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبي القاسم صلى الله عليه وسلم: لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحد يقبله منه. هل وقع هذا؟ نعم، وقع هذا في زمن عمر بن عبد العزيز، كما يقول ابن كثير من المحققين من أهل العلم: حتى كان الرجل في عهد عمر يخرج بالصدقة فلا يجد أحد يقبل الصدقة منه، لأن الله جل وعلا قد أغناهم من فضله ورزقهم إماما عادلا. فلقد أرسل مناديا لينادي في البلاد والأمصار: من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين. فسدد عمر بن عبد العزيز ديون المديونين. من أراد الزواج من الشباب ولم يجد فنفق زواجه من بيت مال المسلمين. من أراد الحج ولم يجد فنفقته الحج من بيت مال المسلمين. فكان الرجل يخرج بالصدقة ليبحث عن فقير فلا يجد. سبحان الله، يبحث عن الفقير هو فلا يجد، أغناهم الله تبارك وتعالى من فضله بالبركة التي بوركت في بيت مال المسلمين. ثم بفضل عدل هذا الإمام التقي الأمين، هذا هو من طراز عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال أيضا بعض أهل العلم، وسيقع هذا في آخر الزمان في زمن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حين تتنزل البركة مرة أخرى إلى الأرض، لأن البركة قد نزعت الآن من الأوقات ومن الأطعمة ومن الأشربة ومن الأعمار ومن الصحة والعافية ومن الثمار. لقد نزعت البركة وستعود البركة إلى الأرض مرة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى في عهد عيسى بن مريم، كما سأبين بالتفصيل إن شاء الله، حتى يخرج الرجل في هذا الزمان بالصدقة فلا يجد أحد يقبل منها هذا الصدقة، ليعلم الناس بقرب قيام الساعة، وليعلم بأنهم ليسوا في حاجة إلى مثل هذا المال. وبإذن الله عز وجل في اللقاء القادم